عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي النهاردة في الوصفة بتاعتنا. الوصفة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله لتطويل الشعر, تطويل الشعر وكمان تنعيم الشعر. عايز أقولك إن الوصفة ديت وصفة هندية جميلة جدا جدا والله يا بنات, وبتطول الشعر بطريقة سريعة جدا ومفيدة جدا جدا للشعر. إيه هي مكونات الوصفة بتاعتنا اللي كل بنت بتحلم إن شعرها يبقى طويل؟ يلا نشوف مكونات وصفتنا. الوصفة دي سهلة جدا ومكوناتها موجودة عندنا ان شاء الله في البيت. تابعوني لاخر الفيديو علشان نعرف ايه مكونات الوصفة بتاعتنا. ولو اول مرة تدخلي قناتي متنسيش تشتركي معايا ونضغط على زر الاشتراك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة, ومتنسوش نضغط على الجرس عشان كل فيديوهاتي توصل لكم ان شاء الله. يلا بينا نشوف مكونات وصفتنا ونعملها مع بعض. حاجة هنحتاجها النهاردة ان شاء الله في الوصفة بتاعتنا هو جل الالوفيرا, جل الصبار, وانا جايبه لكم بكذا شكل. ممكن تشتري ده وممكن تشتري ده زي ما انت حابة, بنجيبه من الصيدلية او من السوبر ماركت. لو انت مش حابة تشتري جاهز انت ممكن تجيبي الصبار العادي بتاعنا. هنفتحه من الجنبين كده بالسكينة وهنبدأ نحكه بالمعلقة وناخد السائل اللي بيبقى جوه الصبار. هو ده اللي انا هحتاجه النهاردة في الوصفة بتاعتي. انا هحتاج من 4 لـ5 معالق من جل الصبار. ده بالنسبة لاول مكون معايا النهاردة في الوصفة دي. اما تاني مكون معايا هو الحلبة, زي ما احنا شايفين كده الحلبة. طبعا كلنا عارفين الحلبة ولقلها اي اسم تاني في اي دولة ياريت حبايبنا يقولونا, بس انا هحتاج 2 أو 3 معالق من الحلبة المطحونة. بس انا جايبالكم شكلها علشان تشوفوها برضو قبل ما تطحن, يا رب تكون باينة. هنحتاج من 3 لـ4 معالق من الحلبة المطحونة. اخر مكون معايا وهو زيت جوز الهند. زي ما احنا شايفين انا طبعا حطاه في البرطمان, ده بيبقى سايل جدا زي ما انتم شايفين كده. انا جايباه من عند العطار. انا هحتاج برضو 2 معالق من زيت جوز الهند. ممكن نستبدل زيت جوز الهند بزيت الزيتون زي ما انت حابة, بس انا بفضل زيت جوز الهند عشان بيخلي ريحة الشعر حلوة قوي وملمس الشعر برضو بيخليه ناعم جدا. انا معايا هنا الطبق بتاعي زي ما انتم شايفين وهبدأ اعمل معاكم الوصفة دلوقتي. انا هبدأ اضيف 4 معالق من جل الصبار او جل الالوفيرا في الطبق ده بالشكل ده. هبدأ اضيف الجل اهو, ادي معلقة وادي التانية, 4 معالق كبار بالشكل ده اهو كده, 3 معالق من جل الالوفيرا او جل الصبار زي ما احنا شايفين اهو كده. انا ضفت 4 معالق من جل الالوفيرا. تمام, معايا بقى هنا الحلبة زي ما قلنا المطحونة. هبدأ اخد برضو 2 معلقة من الحلبة المطحونة اهو, وهبدأ اضيفهم على الجل بالشكل ده اهو. ادي المعلقة التانية, ومعايا برضو زيت جوز الهند. هضيف 1 معلقة من زيت جوز الهند اهو زي ما انتم شايفين. انا ضفت 2 معلقة زيت جوز الهند, مهم جدا. ممكن نستبدله زي ما قلنا بزيت الزيتون, بس انا بفضل زيت جوز الهند. وببدأ اقلب الوصفة زي ما انتم شايفين اهو كده بالشكل ده. كده الوصفة معايا بقت جاهزة زي ما احنا شايفين اهو. استخدامنا للوصفة سهل جدا جدا, انا قلبتها زي ما انتم شايفين اهو, ريحتها تحفة جدا جدا يا بنات. ريحتها جميلة جدا من زيت جوز الهند, ريحته جميلة بتخلي ريحة الشعر حلو قوي, كمان بيعمل ملمس جميل قوي للشعر ويخلي الشعر ناعم جدا. طيب انا هستخدم الوصفة بتاعتي دي ازاي؟ كل اللي انا هعمله هبدأ اغسل شعري كويس طبعا جدا من اي زيوت او اي كريمات موجودة على الشعر. بعد كده هاخد على اطراف الاصابع واجي افرق الشعر خصل خصل وادعك وادلك باطراف الاصابع. انا مش عايزاكي تدهني بس كده, لا ما ينفعش, لازم ندلك باطراف الاصابع كويس جدا ونفرق كده من عند الشعر وندلك كويس جدا من الجذور لحد اطراف الشعر. على فكرة انا شعري طويل بس طبعا ما ينفعش ابين شعري قدام الكاميرا. هناخد باطراف الاصابع وزي ما قلنا هندلك كده.
هنسيبه على الشعر من ساعة لساعتين، كل ما سيبناه أكتر كل ما اديكي نتيجة كويسة وحلوة قوي، مغذي جدا للشعر وكمان بيخلي الشعر ناعم وحرير، بيمنع القشرة وبيمنع التساقط. جربي الوصفة دي هتعجبك جدا جدا، من الوصفات الحلوة قوي، وصفة هندية لو كتبتي مكوناتها هتعرفي انها هندية جميلة جدا جدا. هنستعملها كم مرة؟ هنستعملها مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين، أكتر من مرتين لا، ما ينفعش نغسل شعرنا أكتر من مرتين زي ما قلنا، وإن شاء الله تديكي نتيجة تحفة جدا في تطويل وتكثيف الشعر، وكمان بتخلي شعرك ناعم وملمسه حلو جدا وريحته تحفة من زيت جوز الهند. حبيب قلبي دي كانت الوصفة بتاعتنا، يا رب الوصفة تعجبكم تستفادوا بيها. اعملوا الوصفة سهلة جدا جدا وان شاء الله نتائجها فعالة وحلوة قوي، وهتشوفي نتيجة ان شاء الله من اول اسبوع. يا رب الوصفة تعجبكم تستفادوا بيها. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، شيروا لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، وما تنسوش هسيب لكم لينك التواصل الاجتماعي بتاعي، الفيسبوك وتويتر انستجرام، وكمان موقع جديد، موقع جيجي كل حياتي، في صندوق الوصف. اشوفكم فيديو جديد وصفة جديدة مع جيجي كل حياتي. باي. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.